حنان، اتفضلي يا حنان. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي. من فضل حضرتك انا عايزه اكلم بس دكتور جابر، وليا التماس عنده. انا والدي الطالبه عنده في كليه التجاره، جامعه القاهره في السنه الثانيه، كليه ايه؟ كليه التجاره، تجاره، فرع الشيخ زايد. تمام. اوكي. حضرتك انا بس بلتمس منه، يعتبر البنت دي زي بنت من بناته. احنا ساكنين في مدينه نصر في مكرم عبيد. انا البنت غلطت في الثانويه العامه، هي في سنه تانية دلوقتي، السنه اللي فاتت في الرغبات غلطت وكتبت جامعه القاهره قبل عين شمس، ما قدرتش المشوار والمسافه، حاولت ان احنا ان ننقلها، ما نفعش، قالوا ممنوع. فانا يعني بلتمس منه على انها سيادته ان هي كانها بنته. البنت بيبقى عندها محاضره الساعه 8 الصبح، ينفع تنزل من البيت تنزل الساعه 5 ونص 6 عشان تلحق محاضرتها؟ محاضرات كتير بتفوتها وبتهدرها، بتتعرض للطريق، بتاخد الطريق الدائري، بتركب مواصلات مع ميكروباصات شمامين واجرك الله. هل ينفع بنت تمشي طريق زي دوت؟ هل ينفع بنت تهدر محاضراتها عشان مفيش يعني اي استثناء انساني؟ دي بنت مش ولد. طيب ترد يا دكتور جابر، خليكي معايا يا استاذه حنان. هو دلوقتي المشكله انه النهارده الطلبه اللي بيتقدموا لاقسام اللغات، الدرجات اللي بتدخلهم في القسم في الفصول الموجوده في جامعه القاهره اعلى من الدرجات اللي هي بتقبلهم في الشيخ زايد. النهارده في باصات الجامعه بتوفرها ومن اكثر من مكان. الامر النهارده في الحقيقه انا عندي مشكله كبيره جدا. النهارده دي ليست حاله متفرده، دي حاله متكرره في حاجات كتير. النهارده علشان النهارده اسمح النهارده ان انا انقل الناس من الشيخ زايد الى القاهره، معنى ذلك ان انا بقفل الشيخ زايد ومفيش مكان للطلبه في القاهره. هي النهارده لما قدمت علشان تخش قسم انجليزي في جامعه القاهره كان في تنسيق للشيخ زايد وتنسيق للجامعه الام، هي مجموعها ما قبلش الا في الشيخ زايد، بيبقى فرق على الاقل سبع ثمان درجات. لا درجه، فرق الدرجه. ما هو بتبقى من درجه لسبع درجات مثلا. يعني هي مثلا ممكن تبقى جايبه 398 وهو الشيخ زايد واخد من 392 والقاهره واخده من 399. ولذلك النهارده انا امام مشكله. ومع كل سعادتك تشرفيني في مكتبي وقدمي طلب، كل اللي نقدر ان احنا نعمله ان احنا نشوف مجموعتها الشبيهه في شيخ زايد في القاهره ونسمح لها تحضر المحاضرات في القاهره وتمتحن في الشيخ زايد. نشوف اهو كويس اهو حنان، نشوف ربنا يخليكي وان شاء الله خير. شكرا دكتور جابر، كمل لي بقى.